وزير الداخلية خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية. المجلس القومي للمرأة يحشد المواطنين للتصويت بنعم للدستور بالأقصر. الرئيس منصور يوافق على منحة كورية لتمويل مشروع توسعة نظام التحكم لشبكات التوزيع الكهربائي. الببلاوي يبحث مع أمين عام منظمة السياحة العالمية دعم جهود تنشيط السياحة بمصر. مناوشات واشتباكات بين طلاب الإخوان والمؤيدين لخارطة الطريق في جامعة الأسكندرية. جنح مدينة نصر تقضي بالحبس لمدة 2 عامين و6 أشهر ل26 طالبا إخوانيا في اشتباكات المدينة الجامعية بالأزهر. طالبات الإخوان بالأزهر يشعلن النار في إطارات السيارات ويقطعن شارع مصطفى النحاس. لجنة التحفظ على أموال الإخوان تتحفظ على أموال 23 قياديا إخوانيا بمحافظة الغربية. 34 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولات 1,843,000 طن. وزير الثقافة يصدر قرارا بتولية عماد سعيد رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. استخراج 10 أطنان ذهب بمنجم السكري خلال العام الماضي.